الجميع تقريبا يعرف قصة السفينة الشهيرة تايتانيك، وأنها غرقت بعد أن اصطدمت بجبل جليدي قبل منتصف الليل في عام 1912، وهي تبحر لأول مرة بعد بنائها من سواحل المملكة المتحدة باتجاه نيويورك. وقد كتب ما يصعب إحصاءه من الكتب والمقالات حولها، وهناك الفيلم الشهير عنها، بالإضافة إلى الأسطورة التي تقول أنها كانت جسما بحريا قويا محصنا ضد الغرق. لكن كل الأساطير تبددت بعد أن اصطدمت السفينة بجبل جليدي صغير في شمال المحيط الأطلسي، أدى إلى غرقها في قاع البحر المظلم. وبشكل عام، إن مأساة تايتانيك ما تزال تثير الجدل على مدار أكثر من قرن، والأكثر إثارة وحداثة في هذه التراجيديا فرضية جديدة تشير إلى أن السفينة لم تغرق بسبب جبل جليدي فحسب، وأن هناك أحداث بعيدة وقعت خلف هذه القضية. في هذه الحلقة سنعرض عليكم لغز سفينة التايتانيك وسر غرقها المفاجئ، ابقوا معنا. تزعم الفرضية الجديدة بأن حريقا هائلا كان وراء غرق السفينة ووفاة ما لا يقل عن 1500 شخص كانوا على متنها. بدأت القصة في أبريل من عام 1912، عندما كانت أكبر سفينة ركاب في العالم قد أبحرت في رحلتها الأولى من ساوث بامبتون إلى نيويورك، ولكن وقعت مأساة الاصطدام التي منعتها من الوصول إلى وجهتها. الأدلة الحديثة تشير إلى أن هناك حريقا شب في بدن السفينة والتي كانت تشتعل بشكل خفي، وأن ذلك استمر لمدة 3 أسابيع متواصلة تقريبا دون أن يلاحظه أحد، إلى أن كانت الليلة المشؤومة. وقد توصل لذلك الصحفي سينان مالوني بعد أن درس صورا نادرة للسفينة التقطت بواسطة كبير المهندسين الكهربائيين في تايتانيك قبل مغادرتها لحوض السفن في بافست. وقد أنفق هذا الرجل 30 عاما من حياته في دراسة مأساة التايتانيك ليشكل خبرة وافية حولها. لاحظ مالوني علامات سوداء طويلة بطول 30 قدما تقع تماما خلف بطانة السفينة في الجزء الذي اصطدمت به عند الجبل الجليدي، وقال: لقد راجعنا المنطقة التي حدث عندها الاصطدام، واتضح أن هناك ضعفا أو تلفا في الهيكل بهذا الجزء، وذلك قبل انطلاق الرحلة ومغادرة بلفاست. وأكد الخبير أن هذا التلف من المرجح أنه ناجم عن حريق في إحدى غرف المراجل بالسفينة، وأضاف: عندما حدث الاصطدام كان الهيكل ضعيفا في تلك المنطقة، مما أدى لتمزيقه على الفور وعجل بالغرق. وقال مالوني: إن أمر هذا الحريق قد تم كتمه وإخفاؤه، وأن السفينة وضعت في وضع معكوس في الأحواض بميناء ساوث مامبتون لمنع الركاب من اكتشاف التلف، ولم يتحقق شخص من ذلك الموضوع سابقا. أمام نظرية تعكس السائد تماما. وأوضح مالوني أخيرا أن علماء المعادن يخبروننا أن الحديد الصلبي عندما يتعرض للحرارة العالية يضعف ويفقد ما يصل إلى 75% من قوته. ووفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، أن الخبراء أكدوا أن أسباب غرق السفينة العملاقة كان بسبب اشتعال الحريق في جسمها لم يلاحظه أحد العاملين أو المسؤولين عن التايتانيك لمدة 3 أسابيع متواصلة. وقال الخبراء الذين اطلعوا على صور جديدة للتايتانيك أن تحليل المشاهد التي عرضت للسفينة تشير إلى تأثرها بحريق ضخم في الجانب الأيمن منها، مما أدى في النهاية إلى خلل تام في وظائف التوجيه والدفة، الأمر الذي أفضى بها إلى الاصطدام بجبل الجليد. وبحسب موقع ديسكفري نيوز، فإن أحد الأشخاص أظهر تلغرافا يحتوي على استغاثة من السفينة الغارقة إلى مالكها. كان فحواه كالآتي: إلى السيد بي أي فرانكلين، شركة وايت ستار ستيمشيب، صدمنا جبل جليدي، نغرق سريعا، احضروا لمساعدتنا. وتأتي المفاجأة بالكشف عن هذا التلغراف في كون مالك الشركة والسفينة قد نفى في التحقيقات في جلسة الاستماع أمام الكونغرس الأمريكي، نفى واقعة تبليغه بالحادثة في وقتها، مؤكدا عدم تلقيه أي بلاغات من السفينة الغارقة. كما أكد مالك السفينة حينئذ أنه لم يكن ليعلم بغرق السفينة إلا من المدير العام للشركة الذي كان على متنها وتم إنقاذه.
وهنا نطرح على عقولكم أمرا، كيف لحريق أن يشتعل داخل السفينة لمدة 3 أسابيع متواصلة دون أن يعلمه أحد؟ من المعلوم أن أي سفينة مزودة بجهاز أمني للحرائق، وعند اشتعال أي حريق يصدر هذا الجهاز إنذارا على الفور، فكيف لطاقم السفينة لم يشعر به؟ على العلم أن هذا الإنذار يكون على شكل صفير، وأيضا وفقا للدراسة أن هذا الحريق كان قبل أن تبحر السفينة. ومن المعلوم أنه إذا كان في السفينة أي خلل أمني فإن أنظمة السلام المزودة في السفينة تمنع السفينة من الإبحار. لذلك نؤكد لكم أن قصة غرق السفينة بسبب الحريق ما هي إلا أكذوبة جديدة يراد منها تضليل حقائق جمة. وللعلم عندما تم تصنيع السفينة قالوا عنها بأنها السفينة التي لا تغرق، وأضافوا أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع إغراقها. وقد قال أحد الناجين من السفينة أنه سمع القبطان يقول: لقد تحدى صانعو هذه السفينة الله، وها هي تغرق بسفح جليد عائم. والآن دعونا نعود لعام 1898 إلى الكاتب الأمريكي المغمور مورغان روبرتسون، يصدر كتابا آخر في إنجلترا وأمريكا. الكتاب كان بعنوان حطام تيتان، يتحدث فيه عن سفينة خيالية ضخمة وعظيمة بطول 245 مترا وتزن 70 طنا، وهي تمتلك محركات بقوة 40,000 حصانا، وتحتوي على 15 مانعا للتسرب. أما السرعة فكانت 25 عقدة، وكانت تمتلك صاريين وثلاثة مراوح، وقد أطلق عليها مورغان بأنها السفينة التي لا تغرق. يتحدث مورغان في كتابه عن سفينة ويصف رحلة اعتيادية في شمال المحيط الأطلنطي من ميناء نيويورك إلى ميناء ليفربول في إنجلترا. وفي إحدى ليالي شهر أبريل تصطدم بجبل ثلج عائم وبسرعة 22 عقدة ونصف، وتبدأ بالغرق ويهلع الركاب، وتزهق أرواح عدد كبير منهم بسبب عدم وجود عدد كاف من قوارب النجاة. وبعد 14 عاما، وبالتحديد في أبريل عام 1912، غرق السفينة التيتانيك باصطدامها بجبل ثلج عائم في شمال المحيط الأطلنطي وبسرعة 24 عقدة، وغرق عدد كبير من الركاب بسبب عدم وجود عدد كاف من قوارب النجاة. تيتانيك كانت بطول 265 مترا ووزنها 66,000 طنا، وكانت هناك 9 موانع تسرب وقوتها 46,000 حصانا. أما السرعة فكانت 24 عقدة، وكانت تمتلك صاريين وثلاث مراوح، وقد أطلق عليها ووصفت بأنها السفينة التي لا تغرق، أي تماما كما وصفها الكاتب الأمريكي عام 1898. فهل كان ذلك مجرد صدفة؟ شكرا لمتابعتكم.